هناك في شجر وهاي وعنب شو ما بتفاكه. أنا تخيل بسوريا وإنه في قوس قزح. بحب أظني أفكر بالمدرسة وكل وين ما أروح أفكر فيها. بس كنا عايشين بجبل هون، رايحين على سوريا على عمامي وعلى جدادي. كان عندنا شجرة، أبوي بيقطف الناتور، أمي هي حكتلي مثلاً إنه من زمان كانوا برضو في حديقة هناك بتاعهم، يعني كانوا يلعبوا فيها ابن عمي وكده. حكتلي كده، يعني مش متذكر أي حاجة غير. بس متذكرة شوي، يعني كان هون بيوت مثل لبنان بس مكسرة بيوت. رسمت علم سوريا، علم سوريا، رسمت بيت ووجين، رسمت طيارة كمان. عن الطيارة كنت عم فكر اني مسافر على سوريا. سوريا تصوير كي جلك اخو شدار اوفا اورل طافكا جلك خوشة. وزيب شما سوريا خوشة بالوك الكبن بدو مصدرة حيوانات خديد كان طازر ريش كان جلك ودش خوشة دري خوشة بومدن شناتية جلك دشوها. أحلى ذكرى عندي لما رحنا أنا وبي بالسيارة ورحنا بنبيع خضرة بس بشتغل بالمحل، يعني ملونة سيارات الكبيرين. ماما وبابا يحكوا لي عن سوريا إنه هي حلوة مليانة بالزهور وريحتها زي الفل مليانة بالورد وكلها خضرة. رسمت شجرة التفاح عشان أطفي منها تيتا وجدو الساكنين بسوريا وعمتي كمان. فكر سوريا إنه هي عروس لابسة فستان أبيض ومكلل بزهور لأنها حلوة.